وكنشكروا الاستاذ رضوان والاستاذ نوحي. انا كمنخرط بوداديه نزهه للاسكان تعرضنا لواحد الظلم وواحد السرقه، وتعرضنا لواحد بما نسميه الاهانه كبشر، لان هذه الوداديه بما فيهم الرئيس ديالها والاعضاء ديال المكتب انهم في اول ما انخرطنا معهم في هذا المكتب فرشونا على الارض بالورود. علاش؟ لان ملي انخرطنا معهم كانوا عطاونا واحد الاثمنه اللي كانت شجعتنا، وقلنا حتى حنا غنستافدوا مهما هذه وداديه، ومشينا بعقليه اننا نخرطوا وداديه، قلنا مزيان اللي هو مبلغ ديال 4200 درهم. قلنا مزيان انخرطنا مع الاخوان هذا، وحدوا لنا ان الزمن اللي غادي يتم فيه هذا المشروع، ينتهي في هذا المشروع ونسكنوه، هو 3 سنوات. فإذا به ابتدأنا بالمدة الزمنية من 3 سنوات إلى 10 سنوات. قلنا ماشي مشكل، بقينا معاهم في هذا المضمار هذا حتى اليوم اللي انتهى المشروع، وقال لك صافي راكم تسكنوا. فتفاجأنا بخبر نزل علينا كالصاحقة، ما هو ان غادي تكون واحد الزياده ديال 700 درهم للمتر كاري. من طلبنا منهم السفرنا ديال اش هاد الزياده، قال لك لا راه الفورنيسور مازال تيتسالونا، وكاين التحفيز الجماعي حتى هو خصو يتخلص. اشنو اللي خصو يتعمل؟ خصكم تخلصوا هاد الزياده عاد يمكن لكم تدخلوا. ما بقاش بيدينا حيله الا نعطيو الرقبه ديالنا للمشنقه. قلنا اوكي ندخلوا بعدا نتحكموا شدوا الشقق ديالنا ونشوفوا شنو يوقع. جميع الناس مشات اللي ما عندهمش حطوا لهم الشاكات وهذا، وعدهم بان راه في الليبيا غادي توصلوا بهذه المبالغ اللي حنا كنا بعيدين ما كناش بغينا ندخلوا فيهم. قلنا ما كاين مشكل، هي نتركوا الشقق ديالنا. ملي بدينا تنبحثوا لقينا هاد الوداديه بالرئيس ديالهم داو لنا جميع الحقوق ديالنا اللي ما حقنا نستافدوا منها. القليل فيهم ضرب 4-5 البارطمات اللي خدم معانا، الكراجات كلهم داوهم لنا وتيطالبونا مازال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.